السلام عليكم، محمد الزبدي مدير تقني للمعرض. كما كتشوفوا الاستعدادات تقريبا في النهايه ديالها، العارضين كلهم خداو لي ستون ديالهم وجهزوهم. ان شاء الله الافتتاح والتدشين غيكون غدا ان شاء الله. المترقب كنت السيد الوالي هو اللي عطى الانطلاقه للمعرض. العارضين متنوعين، كاين شركات مغربيه ودوليه، كاين المؤسسات العموميه والجمعيات ديال الحرفيين والجمعيات ديال الصناع التقليديين. ان شاء الله البرنامج غني بمجموعه من الندوات والورشات التقنيه والتعليميه لصالح الحرفيين والناس ديال الميدان. ان شاء الله كتسناو جمهور عريض ان شاء الله يقوم بالزياره. بين النقاط المهمه اللي غادي تكون في الندوات ان شاء الله ولا تكون في ورشه الحرفيه، هي كل ما له علاقه بالبناء، برقمنه البناء، بالتنميه المستدامه، وبالتراث المادي ولا مادي ديال بلادنا ان شاء الله. المعرض فرصه للجهه باش يكون عندها اشعاع اكثر، والمعرض كيجي في واحد الفتره اللي من بعد الكوفيد كلشي متعطش بحال هاد التظاهرات. وان شاء الله كندعو الجمهور لزياره والناس كاملين لزياره المعرض والاطلاع على المحتوى ديالو والمساهمه في النجاح ديالو ان شاء الله. الدعوه مفتوحه للعموم، سكان اكادير والجهه السوسماسه، الناس الاقاليم الجنوبيه مرحبا بكم، الناس المغرب كاملين مرحبا بهم. المعرض مفتوح للعموم، وكندعو ايضا الحرفيين، الشركات، المهندسين، جميع المهندسين المعماريين، المهندسين الطبوغرافيين، ومهندسين عامه لزياره المعرض، والتقنيين وكاع الناس المتدخلين في الميدان مرحبا بهم. ان شاء الله المعرض غيكون غني بمجموعه من المستجدات ان شاء الله. المعرض كيبدا من الاول الى السادس من مارس، يعني من الثلاث الجاي ان شاء الله لنهار الاحد. نهار الاحد غيكون في حفل الاختتام ان شاء الله. مرحبا بكم جميع في هذا المعرض. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في.